الانتشار ديالهم والقتل ديالهم. يعني فعلا هذا الشيء راه كنقول لكم، القضيه او الجريمه اللي وقعت في الطب عندنا ما غاديش تمر والله الكرام، ولكن ما خصكم تعرفوا بلي ان كاين اطفال الان الان في هذه الساعه اللي انا كنتكلم معكم الان مختطفون. الان كاين طفل يتم الاغتصاب ديالو، واش متفقين معنا؟ يعني كاين الان دابا هذه اللحظه اللي كنتكلم معكم طفل يغتصب، طفل الان مختطف. هادشي اللي بغيت نوصل لكم، يعني هذا هو الاهم بالنسبه لي. اما المجرم الان هو في قبضه الشرطه، المجرم دابا عندنا شدينا، يعني دابا جميع الاحكام اللي بغاها المغاربه تطبق عليه، وجميع الامهات والاباء يحكموا عليه. الان خصنا نفكروا في الاطفال اللي الان تم الاختطاف ديالهم على هنا.